محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أرحمونا يا أرحم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء O the people of love and compassion will receive the unending mercy from the all-compassionate Lord of all. Blessed and exalted be He. Be merciful, kind and compassionate to all that dwell on the earth. And the one who is beyond the sky will be kind and merciful to you. الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء Our beloved Master Muhammad is a mercy to all of the worlds For bird and beast, for man and tree His compassion embraced them all Mercy is the way of our Lord and of our beloved guide. May it be the heart and be the soul of every believer's life. الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله